اسمي حمزة، مريض عندي رباط تخبط في القلب، وهاد المرض هذا كنت تهديت به، وكنت درت العملية الأولى في الرباط، ومن كبرت كانت وقفت المياه الجنية باش درتها على برا، وصافي مني وصلت لواحد السن طلبوا مني أني خصني ندير زراعة القلب، وطلبوا مني واحد مبلغ كبير يعني ديك الجمعية مبقاتش معاها حيت كانت تستهدف في الدراري الصغار، ودابا محتاج العملية ديال زراعة القلب اللي طلبوا لي واحد المبلغ كبير، وقلبت شفت جمعيات ولكن ما لقيتش اللي يساعدني في هذا هاد العملية. السلام عليكم، معكم يونس الأخ ديال حمزة، الاسم عائلي حميمادي. وأول حاجة حمزة يعني عشنا مع ظروف قاسية من منذ الولادة 2001، وتزاد يعني كانت مشاكل صحية بالنسبة من كانت حاملة الأم ديالنا، بي كانت مشاكل على مستوى فقر الدم اللي هو استعصى لأن في الولادة ديالو تزاد يعني واحد البشرة سوداء بزاف يعني غامقة. احنا ما في الأول ما عرفناش يعني المشكل، أن المشكل قلنا زعما راه يعني تزاد خليقة هكاك، ولكن تزاد تقريبا 3 شهور عاد يعني شفنا أن التنفس عنده صعيب، ضربة القلب صعيبة، ديناه بواحد الطريقة استعجالية للمستشفى المونية اللي كاين في مراكش، وواحد عند واحد الطبيب مختص باقي تنعقل سميتو الدكتور زكر، اللي قال لنا ضروري خاصكم تمشيو للمستشفى اللي كاين في الرباط السويسي على وجه الاستعجال، ودرنا لي الفحوصات الطبية تما، يعني تنقلنا تما درنا الفحوصات الطبية، لقينا أن عنده تضخم في القلب وعنده 4 تقبض في القلب، والعروقة اللي كاينين في اليمن على مستوى الرية كاينين في اليسر، واللي في اليسر كاينين في اليمن، ويعني استعصى عندنا الأمر. أنا دوزنا العملية الأولى على قبل باش يتنفس باش يكون عنده تنفس سهل، دوزنا في الرباط يعني من مالنا الخاص يعني، واخا الحالة ضعيفة الحمد لله، الحمد لله على كل حال. ولكن المهم كانت العملية بواحد الثمن قليل شوية يعني تقريبا 5 مليون هكاك. المهم جمعناها باش دوزنا العملية الأولى، وكان نتابعوا انه الدكتوره اللي قامت بالفحوصات يعني ما قبل العمليه، انها قالت لنا ضروري خاصو عمليه استعجاليه على قبل، خاصو يمشي لسويسرا باش يتسدوا ليه على الاقل ثقبه ولا جوج يعني في القلب. وشفنا هذه العمليه هذه الجمعيه، ومشى تقريبا داز شهرين جمعيه سويسريه، مشى دوز عمليه قعد تقريبا واحد المده ديال 5 شهور حتى 6 شهور. المهم جا يعني البشره ديالو ولات صافيه يعني حيت سدوا ليه تقريبا وقيلا الله اعلم 2 تقبات صافي جا، وبقى يعني بقينا تنديروا ليه الفحوصات هنا في المغرب، وكنصيفطهم يعني هذيك الجمعيه هي يعني اللي قالتها لينا صافي. ودار جا المغرب قعد تقريبا مده ديال 5 سنوات، عاوتاني يعني عيطات لنا يعني تزادت الحاله ديالو، ما بقاتش يعني ما كان عيشو نهار من 2001 كنعيشو يعني الايام عندنا صعيبه بزاف يعني على حيت حمزه يعني ديما في السبيطارات ديما كذا، والمستوى المعيشي يعني تقريبا حتى الوالد يعني ما كاينش شي خدمه رسميه يعني انه ك يعني نقولوا سمسار يعني كل نهار ورزقه. ودار العمليه الثانيه صيفطوا لنا يعني لانه هما اللي قاموا بتسديد كل شيء، داروا العمليه الاخرى وقالوا لنا ودي راه تقريبا 17 عام غادي يكون غادي يعيش يعني العمر بيد الله، يعني هذه العمليه غادي تقدر تصمد 17 عام، ولكن مور 17 عام خاصو عمليه اخرى، خاصو زراعه القلب يعني حتى القلب غادي في تضخم. وصافي وصلنا 17 عام، ودابا ومع توفات الوالده بسبب هذه المشاكل، وتزاد توفى واحد الاخ يعني تقريبا غادي يكون
كبر من حمزة بواحد العامين، ويعني حتى ولاد الرونديفو تزاد، منين تزاد ولات عنده حمزة 18 عام، حيت الرونديفوات اللي باقي كنعقلو عندنا الوثائق الرونديفوات تيكونوا في شهر 7 شهر 8 تيكون الأطباء يعني خارجين، كيزيدوا لنا عاوتاني شهرين 3 شهور يعني. وجات مطابقة على حيت الوالدة تاهي توفات الله يرحمها، حتى حمزة زاد على 18 عام صافي. حنا ملي اتصلنا بالجمعية اللي كاينة في سويسرا قالت لكم فات الفوت، قلتنا فات الفوت يعني، يعني هما تيتكلفوا بالأطفال، بالأطفال يعني قل من 18 عام. وقلنا لهم شنو هو الحل، حتى قالت لنا واحد الدكتورة الله يجازيها في مستشفى محمد السادس، قالت لنا ودي غادي نشوفوا لكم واحد الجمعية اللي غادي تشوف تعاونكم، ولكن انت نتوما شوفوا سولوا الناس حيت الثمن يعني البايض، يعني راه عندنا الدوفي في تقريبا 160 مليون، يعني هذه اجراءات يعني بالنسبه للاستخلاص ديال الدكاتره اللي بيقوموا، اما بالنسبه للزراعه في المغرب راه ما كاينش يعني تبرع بالاعضاء، يعني قلنا كاين فرنسا هما اللي غادي يقدروا يعاونوكم بهذه القضيه، ولكن العمليه غتطلب منكم 160 مليون صافي. وحنا درنا هذا النداء من خلال الشاشه ديالكم، والله يستر عليكم على المجيء ديالكم اللي شرفتونا، وكنطلبوا من هذا المنبر يعني صاحب الجلاله محمد السادس والجاليه المقيمه بفرنسا، خاصه بفرنسا يعني العمليه غدير في فرنسا ديال فرنسيه، وكنطلبوا المحسنين يعني المغاربه يعني انهم يشوفوا بعين الرحمه بالنسبه للاخ ديالنا حمزه. يعني انا درت المجهود ديالي يعني درته، والحمد لله يعني كنتمنى يعني يكون كانت الحاله الماديه ميسوره، انني بوحدي المعين الوحيد ديال الاخوه ديالي وديال الاب ديالي، يعني كانت الطاقه ديالي ان تستوعب، ولكن ما تستوعب يعني الله تنتكفل بالادويه ديالو بالمسائل ديالو يعني الخاصه. وكنطلب يعني المحسنين يشوفوا بعين الرحمه، لانه كيتعذب نهار على نهار، ودوزنا ليه التحاليل مؤخرا قال لك ان القلب ديالو تضخم، يعني حتى الجمعيه اللي ديال زراعه القلب بمراكش قالت لنا يعني ضروري خاصكم ديروا نداء يعني لذوي القلوب الرحيمه، يعني كما كان الحال باش يعاونوا، يعني حيت غادي الصحه ديالو تتدهور. مؤخرا درنا ليه فحوصات ان الكرش ديالو تورمات، راه غادي الصور غادي تشاهدوها، راه عندنا الصور يعني ورمات لدرجة ان كان قابل بطن فجر، يعني حتى ولا هو مسكين تيبكي ليل نهار. وكنطلبوا يعني حتى الا كان مثلا الناس ديال الجاليه انه غادي تقريبا العمليه تكلف تقريبا واحد العام ديال الاقامه تما في فرنسا، يعني باش يعني يعاونونا حتى بهذيك الاقامه. يعني لقى واحد الجمعيه قالت لي ضروري خاصكم تشوفوا شي ناس في فرنسا انه باش تعيشوا عندهم، يعيش عندهم حمزه ويكون واحد من العائله ديالو حتى هو باش يعود يديه مورا العمليه للسبيطار يديه. هي حمزه يعني من يعني بغى يعيش حتى هو حياته تبارك الله، يعني هو بالنسبه للظروف الصحيه الحمد لله ما دايرش عائق، الماض نتاعو حقك ما دايرش عائق، لا ما دايرش الحمد لله. الصلاه ديالو تيصليها في الوقت ديالها، يعني عنده واحد الايمان بالله سبحانه وتعالى قوي. دابا تيناشد المحسنين يعني ما كتطلبش شي امور اللي كثيره، وهذه هي الحاله ديالو. يعني وقت ما تأزمت به الوقت يعني ضروري ما تي لا حول ولا قوه الا بالله. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.